누가 하나 공천하는 거 아니야. عبد الله خليفة عبد الله هو اسم جيمس بوند العرب. حلم يوما بأن يصبح ضابطا في الشرطة فتحققت أمنيته. حط طائرة عمودية رحالها ليترجل منها جيمس بوند عبد الله. إنه مسرح الجريمة وابتدأت تحقيقاته للكشف عن المجرمين، وقام بتصوير المكان وجمع الأدلة ورفع البصمات وأثار أقدام الجاني من موقع الجريمة، ثم انتقل إلى غرفة العمليات لمتابعة بلاغات أخرى. أمنية عبد الله في أن يكون ضابطا تحققت لمدة يوم عاش خلاله مغامرة لن ينساها أبدا، يوما شعر فيه بجدية وأهمية عمل الشرطة، يوما أعطاه أملا في تجربة مميزة ستبقى معه طوال حياته. عمر ركابي، صباح الخير يا عرب. إذن مشاهدين، رحب باللواء ناصر الخريباني النعيمي، أمين عام مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في الإمارات، ويسعد صباحك سيادة اللواء. يا مرحبا، الله يصبحكم بالخير إن شاء الله. أول شيء طبعا يعطيكم ألف عافية على جهودكم، وكيف أنكم فعلا ما تعاملتوا معه أنه طفل صغير وما يفهم، بالعكس تعاملتوا معه أنه إنسان وعنده أمنية وحابب أنه يحققها. وأكيد شكرا على كل جهودكم مساعيكم لتحقيق هذه الأمنية، بس إذا ممكن تخبرنا كيف وصلت لكم قصته. طبعا أنا بصفتي أترأس اللجنة العليا لحماية الطفل في على مستوى الدولة الاتحادي. تعاملنا مع اللي هي في مؤسسة يسمونها ميكوش تحقق أمنية. طبعا هاي جزاهم الله خير من الشيخة بنت زوجة الشيخ سلطان بن خليفة، هي مؤسسة لهذه المؤسسة. هي طبعا هذه أمريكية المؤسسة، ولكن وبنيت أصلا على موضوع الشرطي على الأمني، لأن في طفل كان أمريكي والظاهر حب أن يكون ضابط يوم من الأيام في قرية في أمريكا، فكان يتمنى أن يكون ضابط شرطة. أهل القرية تجمعوا الكوميونيتي اللي كانوا موجودة وساعدوه على أن يكون يمارس دور الأوفيسر والضابط اللي موجود. لكن ثاني يوم مسكين توفى لأنه كان في سرطان. فقررت القرية أنهم يعملون مؤسسة اللي هي ميك أويش يعني أو تحقيق أمنية، وبدأت تنتشر على مستوى العالم، والحمد لله موجودة عندنا في الإمارات يعني من تقريبا من 2003. ما شاء الله، الإمارات دائما سباقة إلى هذه الأمور أكيد. جزاكم الله خير. طبعا اتصلوا يعني صار بيننا وبينهم اتصال على أساس أن عندنا والله شخص حاب أنه يعني مريض يعني وحاب أنه يكون ضابط شرطة. حلو. فبالفعل نحن خذناه من مستشفى من دبي بطيارة هليكوبتر. ما شاء الله، ركبنا الطيارة ورويناه. كانت مغامرة بالنسبة لي. مغامرة وايد حلوة كانت، لأنه يشوف الضابط جناح الجو وكيف يتعامل مع الطرق ويشوف كذا، لغاية ما وصلوا إلى أبو ظبي في القيادة ودخلنا غرفة العمليات وتلقى بلاغ بأن في سرقة في مكان معين. وصار نقول له شو رأيك الحين شو بتسوي؟ والله أنا بتصل، شو رأيك تتصل في مسرح الجريمة عشان يجيبون البصمات ويجيبون الآثار؟ زين، وتفاعل معه. فتفاعل معه وصار يتصل، شو رأيك تعمل كذا، نجيب ضابط المباحث عشان يدورنا الحرامي اللي موجود. بالفعل بدأ يتفاعل مع الحدث اللي موجود، وبعدين زار اللي هو مسرح الجريمة وأخذ بنفس البصمات، يمكن تشوفونها في التقرير، بنفس الموضوع على محمل الجد. على محمل الجد. وبعدين راح في سيارة الشرطة الدورية. وخلينا يمارس عمله كأنه يخالف، شاف واحد مخالف قال لا هذا إنسان مخالف، فوقفناه بالفعل يعني وعطيناه تيكت مخالفة، بحيث أنه يمارس هذا الطفل دوره كضابط أو حامي لهذا المجتمع. وهاي الأمنية أكيد حققت لو كان يعني شيء جميل. العافية صراحة، نتمنى إحنا نلاقي يعني هذه المؤسسة لها فرع في كل الدول، مو بس العربية والأجنبية، يعني في كل مكان إن شاء الله. لكن السؤال، من وين حصلتوا له بدلة؟ بدلة طبعا عندنا إحنا كوزارة الداخلية نتعامل مع عدة محلات للبدلة، يعني شيء بسيط يعني فصلتوها خاصة، تقدر تفصلها واعطينا رتبة نقيب يعني. الله، كنت بسألك اي رتبة اخر؟ لا اعطينا نقيب اذا تلاحظين في الشاشة. حلو، كان وايد مبسوط في البداية فيه. ولا تفاعل من اول ما اخذته؟ بالعكس، من ما شاء الله عليه يعني هو عنده الرغبة. ولذلك كان مارس دوره كأنه ضابط مجتهد وقائم دوره بشكل فعال. بالعكس كان تجربه وايد ممتاز. نعرف انه ما شاء الله لكم ادوار كثير يعني بالنسبه لرعايه الطفوله، مو بس على هذا المستوى، على صعيد ايضا اكبر واشمل. اذا ممكن تخبرنا اكثر، بالذات كمان دائما نسمع عن الشرطه المجتمعيه. نعم،
طبعا سيدي سمو نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ سيد بن زايد يعني كما معروف دائما داعم لموضوع الطفوله وخدمه المجتمع. لذلك طبعا نحن ليش نهتم في موضوع الطفل هذا بشكل عام الاطفال؟ لان هذا الناتج الاطفال في المجتمع واكيد بياثر علينا امنيا بعدين سواء كان بالايجاب او بالسلب. فبالتالي نحن نطمح كوزاره الداخليه انه يكون الاطفال لهم تعامل سليم في هذا المجتمع بحيث أن يكونون سليمين ومفيدين لهالمجتمع ما يكونون مضرين لهذا المجتمع اللي موجود فيه. فبالتالي تشكلت اللجنة العليا بتوجيهات سمو الشيخ سيف اللي هي اللجنة العليا لحماية الطفل. اشتركت أنا شخصيا في المنظمة العالمية الافتراضية اللي يسمونها الفي جي تي. هاي مؤسسة على مستوى العالم فيها تقريبا 8 دول أمريكا بريطانيا كذا ونحن أول دول عربية الإمارات. جميل. نمثل فيها بحيث أن نحمي الأطفال من موضوع الإنترنت وكيف البروتكشن الأطفال لما يجي في الإنترنت ما يكون أي واحد يقدر يستغله في ما يطلع. طبعا اللجنة الحمد لله كان لها يعني عمل كبير جبار في إصدار قوانين الخاصة في الطفل منسقين مع كل الوزارات وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة التربية يعني في كل الجهات كانت موجودة اللجنة. جميل. أكيد تحملون على عاتقكم دور كبير ومشرف يعطيكم ألف عافية والله يقدركم دائما واللي قدمتوه صراحة لهذا الطفل يعني الله يجعله في ميزان حسناتكم ونتمنى أنه نلاقي ميك وش هذه المؤسسة موجودة في كل مكان إن شاء الله. لا إن شاء الله يعني نشكر القائمين عليها يعني وبالعكس عندنا أمنيات كثيرة في اللستة. ولو تشوفين الأمنيات كلها معظمها بسيطة ترى يعني قد تكون هاي الأمنية شوية معقدة لأن تتطلب جناح وكذا لكن معظمها أنا أريد كمبيوتر قبل يعني لا اريد اللي موبايل. فالحمد لله يعني توجيهات من الشيخ سيف يعني بالعكس وفرنا وعندنا برامج اتفاقيه وياهم على الفكره يعني بحيث ان جميع معظم الامنيات اللي بيطلبونها الاطفال هذول بتتحقق ان شاء الله في القريب. نتمنى ايضا احنا يكون لنا دور ان شاء الله في تحقيق ربما امنيه احد الاطفال هناك ان شاء الله. شكرا لك سعاده اللواء ناصر الخربانه النعيمي امين عام مكتب رئيس نائب رئيس مجلس الوزراء في الامارات. شكرا لك. مشكور جزاك الله خير.